عرق بتقول زحلة، فاسم عروس البقاع ارتبط بشكل وثيق بالعرق الزحلاوي، وأشعار كتبت عنه وغنى كبار الفنانين أغنيات بتشيد بمدينة الخمر. وزحلة زحلة زحلتنا شرب العرق عادتنا. السبب خيرات الكرمة والعنب العبيدة بالتحديد، المعروف بأنه من أفضل أنواع العنب بصناعة العرق، فنسبة الحلاوة فيه مرتفعة، يعني نسبة أعلى من سبيرتو العنب. ولكن شو يعني عرق امتلت بلدي قصير؟ عصير العنب لا سبيرتو عنب، بيرجع سبيرتو عنب لثلاث مرات بالكركات بدنا نشيله، منزد له ينسون لثلاث مراحل بالكركات، بيطلع عنا عرق إذا بدك نحن منشيله بيقول كأنه مربع، بس هو كافي يكون امتلت العرق. بالعودة إلى أيام الحنين، كانت الخمارات منتشرة بين البيوت بشكل واسع، ويتباهى أهل زحلة مين عرقاته أطيب بعد عملية التخمير. بعد ما نستخرج العرق بدنا نريحه بين السنة ونص والسنتين ببيارة تحت الأرض مخصصة لتريح العرق والخواب الفخار. مين بيسكر قدنا؟ مين يهدي حدنا؟ 27 حزيران أصبح يوم العرق العالمي، ومن البديهي أنه العرق ملك طاولة الأكل اللبناني وإله الحفلات. عندنا هوية لبنانية والعرق هويتنا الثانية. يعني إذا بدك تشربي تنبسطي فيه هذا هو العرق والناي. هيدي ورثة جدنا، نحن ربينا على العرق. إكسير الحياة، هيدا ملخص عنه. بكرة لما روحي تعود وحول الناس بيلتموا، كفني بورقة عنقود وغسلني بدمعة أمه. المكون الأساسي بالعرق هو اليانسون، يلي لازم يكون بحسب الزحلاوية باب أول وبكمية وفيرة. والسر إنك تعرف إذا العرق في كمية يانسون المطلوبة هو إنه تخلط المي بشوية عرق وتشوف النتيجة. يعني شفت كيف عم بيلوح اليانسون بقلب الكيس؟ العرق اللبناني والزحلاوي بالتحديد جزء من تراث لبنان الحلو. كيسكن.